السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشرح دلوقتي برنامج إدارة المطاعم. برنامج فيه ميزة مهمة جدا، هي ميزة البرنامج هو بيشتغل على ويب، يعني الديليفري ممكن يفتح الصفحة بتاعته بعد ما تعمل له أكاونت من خلال البرنامج، يقدر يفتح الصفحة بتاعته من خلال الموبايل أو من خلال التابلت بتاعه، خاصة إن هو ماسك ومسكر بوصل طلبية لغاية العميل، وبعدين أول ما العميل ياخد منه فلوس كأنه محاسب بيحاسبه كده بالظبط يعني. بالإضافة طبعا البرنامج فيه أقسام دي كلها من داخل المطعم، يعني البرنامج ده مش متخصص نوع معين من أنواع المطاعم، أنواع كتيرة جدا يعني. في مطاعم ممكن تستخدمش الطيارين أو الدليفري، في مطاعم تستخدم بس النظام الصالة داخلية فقط، أو تيك أواي فقط، أو ثلاثة معا، كل ده موجود في البرنامج ده. فعشان كده عملنا البرنامج على شكل ويب، يعني برنامج من خلال الويب ممكن يقدر يفتحه من خلال أي متصفح، مجرد هيكتب اللينك بتاع البرنامج أو من خلال الأي بي. يعني مثلا أنت هتقولي طب أنا دلوقتي حالا البرنامج هحطه في شركة استضافة، وشركة الاستضافة هدفع لها $40 في الشهر مثلا أو أكتر أو أقل على حسب الاختلاف في العملات. مش شرط يعني، أنت دلوقتي ممكن وأنت هتستخدم البرنامج داخلي فقط، يعني أنت عندك في السيستم بتاعك، عندك في المطعم بتاعك، ما عندكش ديليفري مثلا، من خلاص يبقى أنت هتستخدم برنامج، هتثبت الأي بي من هنا واي متصفح والاي بي ان، وتثبت برنامج IIS، برنامج اسمه برنامج IIS بيجي عن نظام تشغيل ويندوز 7 او 10 مجانا. البرنامج ده بيسبورت الكمبيوتر بتاعك از هوست، يعني بيخلي الكمبيوتر بتاعك كخادم ل ASP.NET والاس كيو ال سيرفر البرنامج اللي هو ده. يعني لو انت البرنامج ده مجانية موجودة في جوجل من شركة مايكروسوفت، بس طبوا وانتم لو انتم تعرفوش تعملوا الحركات دي كلها، احنا بنعمل كل ده بالمجان، بس بيشترط عليك حاجة واحدة، ان الكمبيوتر بتاعك او الكمبيوتر بتاعك او المطعم بتاعك لازم يكون فيه راوتر، مش ضروري في وجود انترنت او مفيش انترنت، لازم يكون فيه راوتر على اساس كل واحد اكسس، كل موظف اكسس على الراوتر، كل موظف عنده تابلت موصل التابلت بالراوتر بتاعك، مجرد ما يكتب الاي بي، اي بي بتاع الكمبيوتر اللي هيتحط فيه ملفات بتاع البرنامج، هيقدر يشوف البرنامج ويشوف كل يوزر بالصلاحيه بتاعته، يعني سواء الشيف في المطبخ، سواء الجرسون او الويتر وهكذا. لو انت هتشغل برنامج، اخر حاجه عايز اقولها، تشغل برنامج على نظام تشغيل ماك عادي، نظام تشغيل معاك في جوجل كروم. لو تشغل برنامج بتاعك من خلال ويندوز 7 او ويندوز 10 برضو فيها جوجل كروم او فيها فايرفوكس او فيها المتصفحات دي كلها، مجرد بتفتح المتصفح وبتكتب فيه الاي بي بتاع برنامج او اللينك بتاع برنامج وبتبدا تخش جوه عادي خالص. او حتى الاندرويد، الاندرويد فيه متصفح، دخلت متصفح كتبت اسم البرنامج والاي بي بتشوف البرنامج اندرويد، سواء تابلت او تابلت او اسمه ده تابلت او موبايل، او حتى كمان اي او اس، لو طبعا بتستخدم اي او اس برضو، او ايفون او ايباد برضو فيها متصفح تكتب فيه الاي بي. المهم خلينا نخش، وعايزين نشرح ايه الرسومات البيانيه دي كلها، وعايزين نعمل دوره مختصره صغيره، وبعديها بعد دوره صغيره مختصره هنعمل ازاي نشرح بقيه القوائم دي كلها. اول حاجه عايز نقرا الكلام ده كله، ده اختصار الدوره الصغيره. الدوره الصغيره لو انا عايز اول حاجه اقوم باختيار نوع الطلب، الزبون، يعني الزبون جالي مثلا لو هو داخل صالون مثلا او تيك اوي او ديليفري، بختار ده او ده او ده. يعني مثلا هو داخل صالون خلاص، يعني من قسم مبيعات ادخل حاجه اسمها مطعم داخلي، انما تيك اوي مثلا من قسم مبيعات تيك اوي او ديليفري، ده او ده او ده وهكذا. تاني حاجه بختار رقم 2 اختيار صفحه طلبات مكالمه مطبخ، ما طبعا انا حجزت الاوردر بتاع الزبون، الطباخ بيفتح قسم مطبخ بيشوف الطلبات، هم باللون الاصفر هي كمان، وبعد ما يخلص على الدوس ده مثلا خلاص خلص وجبه، ويبدا بقى الويتر يسلم الزبون بتاعه.
والزبون ده الزبون بقى اللي قاعد او جيست قاعد في الريستوران او المطعم لما بيخلص عايز يحاسبه، دي خيار تقفيل حساب العميل، ده ممكن المحاسب يعملها او حتى الجرسون يعملها. وكل قسم ده ليه صلاحية، يعني مثلا عايزين نروح مثلا عند المستخدمين، انا بضيف المستخدم بتاعي زي انا ما عايز، المستخدم بحدد عليه واشوف هو نوعه ايه، مثلا ويتر ولا طباخ ولا ديليفري ولا محاسب، انا بحدده يعني ايا كان شخص، يعني مثلا ده طباخ مثلا في مثلا اي حاجه بقى، مش ضروري ده رقم تليفون هاتف اسم يوزر نيم وباسورد هيدخل البرنامج، وظيفة بتاعته طباخ مثلا بس كده. بس هل كده اديته برميشن؟ لا كده مفيش برميشن. البرميشن بروح عند المستخدمين، صلاحية المستخدمين، واختار الاف مثلا اليوزر عملته ده هو الطباخ، خليه يخش يشوف قسم المطبخ بس فقط لا غير، يبقى كده اديته صلاحية. كده مجرد ما يفتح السيستم هيقدر يفتح الاف ويشوف الاوردرز. ام كده خروج مثلا عملت اف، طبعا انت الاسماء بتكتب مش شرط اف اف، يعني يوزر وباسورد انت بتحدده للموظف بتاعك. كده خلاص الصفحه فتحت، عندنا قسم المطبخ. الطباخ بقى حد مجرد حد من قسم المطبخ يقدر يشوف بس طلبات، طلبات منتهيه، عايز يشوف حاجات اللي عملها قبل كده، عايز يسجل مجموعات اصناف، عايز يسجل يصنع مأكولة ويحط لها سعر، عايز يصرف اصناف المخزن، كل ده هنشرحه بتدريج. هنرجع تاني نروح الادمن بتاعنا، وعلى فكره الادمن ادمن احنا عشان البرنامج دي بنشرح بيه فمثبتين اسم، فلما حضرتك لما بتشير نسخه بنعمل يوزر اساسي وباسورد اساسي بتحفظه للدخول، ده يبقى يوزر وباسورد للادمن فقط لا غير. وبعد كده بقى اي يوزر وباسورد انت بتعمله جواه للموظفين بتوعك. دخلنا باسورد الاساسي اهو، خلينا نعمل دوره صغيره. بس قبل ما اشرح برضو الدوره عايزين نعرف الرسومات البيانيه دي بتاعت ايه كلها. اول واحده دي ارباح وخسائر، يعني ارباح وخسائر، هو انا مش بكسب فلوس من الشركه، مش بكسب فلوس اللي هي تعتبر الايرادات بتاعتي. اجمالي الايرادات هي باللون الازرق، دي ايرادات، ايرادات مبيعات الواجبات اللي ببيعها للزبون، ودي اللون الاصفر ده اجمالي المصروفات، وده الرقم بتاعها اللي هي 7900، ده ناقص ده بيديني 60 صافي ربح تاعي. ده على فكره التقرير اليومي بتاع النهارده بس، عشان كنا بنعمل تيست كنا داخلين بيه بيانات. ده تاني ده تقارير بتاعت المصروفات هذا اليوم، يعني النهارده المشتريات طلعت اشتريت كذا واشتريت كذا، دفعت مرتبات كذا، الايجار اقل من 1000 جنيه، اقل من 2000 جنيه، المشتريات حوالي 6000، وهكذا يعني. وده تقرير الايرادات لهذا اليوم، يعني دلوقتي نشوف المؤشر بتاع الايرادات هطلعها عاملينها على شكل لاين، كان في الاول نسبة قليلة بعدين طلع 6000، ممكن ينزل على حسب الفلوس اللي بتجيلك، مثلا بعت حاجات بسعر قليلة، بعت حاجات بسعر أعلى، وهكذا يعني. وده الصنف الأكثر بيعا، يعني دلوقتي حالا الصنف الأكثر بيعا عندي القشطة بالعسل، تطلع فوق فوق فوق، وعندي مثلا دي برضو أصناف بعت بس نسبتها عالية برضو، يعني دي الصنف ده شوكولاتة يعني. خلينا نعمل الدورة. الدورة زي ما قلنا أول حاجة بنكون اختيار نوع الزبون، يعني نعتبر مثلا هيستخدم المطعم ده شخص هو أدمن، هو يعمل كل حاجة بنفسه. طيب هيروح عن قسم مبيعات مطعم داخلي، مطعم داخلي اللي هو عندي صالة بس مولاكم محل بتاع فول طعمية أو أي حاجة. وأنا أقول لكم على فكرة البرنامج، البرنامج بتقدر تضيف فيه بيانات تقدر تحذف فيه زي انت ما عايز. طيب مطعم داخلي في عندي ترابيزات، بختار الطاولة بتاعتي. طب انت هتقول لي انا عندي طاولات، على فكرة دو بيزي عشان كنت بعمل تيست، يعني انت هتقول لي طيب دلوقتي حالا انا عندي طاولات اكتر واقل، لا البرنامج فيه امكانية بيتزود او بتنقص طاولات على حسب المستخدم فيه. اخترت مثلا الطاولة رقم 3 على اساس الزبون هيقعد على الترابيزة رقم 3، وبعد كده بعمل جديد. وعندي قوائم رئيسية اللي هي مثلا سندوتشات حلو متفرع منها الحاجات دي كلها، عندي طواجن، كل ده انت بتغيره، يعني انت لو انت عايز تغيره وعايز تشوف غيره موجود. ايه بيتزا مثلا، بيتزا خضروات، بيتزا جمبري، طب عايز بيتزا خضروات عايز تاخد كام قطعة مثلا، وهكذا. مثلا لو سندوتشات مثلا سندوتشات سندوتش كده اسكندراني 2 ولا 1، لو 1 180،
وهكذا خلاص. ده فين اسم الزبون؟ لا، وما الراجل بيجي عند الضيف في قلب الصالون ما ينفعش ياخد اسمه، يعني يمني بس رقم الترابيزه اللي قاعد عليها. ادوس كده على كده كده خلاص عملت الطلبيه كده. بقى الطباخ بقى لما بيجي بيفتح الابلكيشن بتاعه، بيفتح هنا بيشوف الطلبات بتاعته من هنا. دي تعتبر خطوه رقم 2، مطعم داخلي. طبعا دي كده اسكندر للزبون انت خدت الحاجات دي كلها. لما الطباخ يخلص تحضير الحاجه دي بيدوس على انتهاء الوجبه، الموضوع انتهى خلاص. دي خطوه رقم 2. الخطوه رقم 3 بقى ايه؟ برضه اخش على قسم المبيعات، بختار تقفيل حساب عميل. مين اللي اختار تقفيل حساب العميل؟ ممكن تخليه محاسب، وممكن تكون ممكن يكون ديليفري، سوري، ممكن محاسب او ممكن الويتر او الجرسون، ايا كان الشخص اللي حاسب هو مين، هو اللي انت محدده البرنامج ومحدد الصفحه دي بس بص عليها. اخترت له هناك اهو. هنا بيجي له الاوردرات قبلها، يعني ده حالا المحاسب ده بيشوف الحسابات بتاعت المطعم، الاوردرات بتاعت الدليفري وبتاعت تيك اواي كله يعني. وبالنسبه للموضوع بتاع الدليفري، يعني هو ممكن لو انت شغال عندك طيار او شخص موظف بتاع الدليفري، في صفحه تانية بتاعت متخصصه بس الدليفري، مجرد ما يكتب يوزر وباسورد يقدر الدليفري يشوف الاوردرز الخاصه بيه هو بس، لما يجي يروح يركب الفيس بقى يروح عند زبون لغايه بيته بس. دي انا شرحها كمان شويه. المهم انا افترض انت ما عندكش دليفري اللي هو الطيار، دلوقتي حالا الشخص اللي حاسب مطعم داخلي هيعمل طباعه عشان يديله الريسيت او يديله الفاتوره بتاعته. الفاتوره بتاعته بتشمل الستايل او الحجم ده، هو دخل قشطه عسل بس، السعر الكميه 1 في 60، 1 في 60 في 60 لو في اجمالي وفي حاجه تانية يقدر يعملها. بعدين الطباعه مباشره، لو انت موصل الطبعه بتاعتك وبتختار نوع شكل الطبعه بتاعتك عامل ازاي، او ممكن تعمل اكسبورت وورد بي دي اف اكسل زي انت ما عايز. وبعد كده خلاص بدوس على ايه، اوكي تقفيل. هل انت متأكد؟ اه كده قفلت حساب خلاص. طبعا دي عندي اوردرات تانية مثلا برضه في مطعم داخلي كنت عاملها تيست بس ما قفلتهاش، لازم اقفلها عشان الترابيزات بتاعتها تبقى افاريبل يعني في نفس المكان. طبعا مثلا دي الشيفات مخلص الوجبات دي كلها بس ما قفلتهاش، بس بص عليها كده وبتقفلها كده على طول مباشرة. ومكان طلبية مثلا لازم اعملها عشان الترابيزات بتاعتهم تبقى متاحة ما تبقاش بيزي، عشان ممكن يجي زبون يقعد في مكان ترابيزة ما تبقاش بيزي يعني. كده خلاص مطعم داخلي الدليفري مفيش في دليفري، دليفري في واحد اهو كمان. في 2 في دليفري مثلا، دليفري دولت خلاص وصلت الحاجات. الصفحة دي ما بيبصش عليها الموظف بتاع الدليفري ده، الموظف جوه، الموظف اللي هو المحاسب او جوه المطعم. انما الصفحة بتاع الدليفري فين بقى؟ لسه بقى هنشوفه دلوقتي حالا ابتداء من الدورة بتاعتي. يعني بنعمل دورة بس بسيطة مختصرة عن شرح السيستم او شرح البرنامج. هو ده فيه كام اوردر بقى نشوف. افضل بقى 7 9 يعني، دي حاجات متقفلتش عشان كنا بنعمل تيست كتير لهم وات ايفر عشان ما نضيعش وقت يعني. هو 2 خلاص. ديليفري تيك اواي، مفيش تيك اواي. طيب تيك اواي، تيك اواي في كذا، المهم مش مشكله. خلينا مثلا نروح عند المستخدمين، انشاء مستخدم جديد. المستخدم الجديد بتاعي مثلا هسميه مثلا كيو، هعمل اسم ده مثلا خليه مثلا ام. انت طبعا انت بتكتب اسماء بس انا بعمل حاجه مختصره عشان يكون في السرعه في الاختبار. يعني اسم موظف مثلا رامي جمال، ده شغال دليفري، عايز احط بقية بياناته ماشي. لو في تفاصيل اكتر عندك عايز تضيفها البرنامج اضيفها. ام ام ده اسمه رامي جمال، ده شغال دليفري. طيب
انا مثلا لو عملت كان كنت هحدد موظف، والموظف ده دوره محاسب ديليفري او كول سنتر، هنسميه كول سنتر. كول سنتر ديليفري، كول سنتر بيستقبل طلبات العملاء من خلال التليفون بتاعه، فبالتالي انا بحدد ليه الصفحه دي بس اللي هيشوفها، ديليفري اسمها ديليفري. خلي بالك هنا في ديليفري اللي هي كول سنتر، وفي صفحه ديليفري اللي هو الراجل بيركب الموتوسيكل، دي حاجه ودي حاجه، دي هنا عشان يسجل الاوردر بتاع العميل. طيب انا كده ادوس اوكي، هنا اسم العميل مثلا رقم، خلينا نبحث على رقم تليفوني اهو. بس البرنامج ده انا في قسم بقدر اسجل فيه عملاء واسجل فيه ارقام تليفوناتهم، وحاجه زي ممكن اجيبه عن طريق بحث، ممكن اكتبه بايدي. الديليفري بقى اللي يوصل الاوردر ده انا بختار مين افيربل عندي، مثلا قلنا رامي جمال اهو، هو ده الديليفري. طيب الزبون كان عايز ايه؟ عايز سندوتش قشطه بالعسل بلاش، عايز سلطات اي حاجة بقى، عايز مشروبات. ده بقى الاجمالي الاوردر بتاعه، السعر في كمية، السعر في كمية الاجمالي، السعر في كمية في اجمالي، وهكذا خلاص. وبعد كده خلاص ادوس على اوكي حفظ يعني. بس هل كده الدليفري هيقدر يشوف اوردر؟ لا، الدليفري كده خلاص راح المطبخ، هيجي مثلا شيف هيفتح الصفحة بتاعته، الصفحة بتاعته شوف قسم الاوردرات رايحة في الدليفري، وبعدين انتهى الوجبة، خلاص انتهى الوجبة، سلم الوجبة للدليفري. الدليفري ركب الفيسبوك بتاعته والمسك بتاعه، هو رايح بقى، وهو بيفتح بقى التابلت بتاعه هيمني، وانا وليكن حددت له يوزر، خلينا نعمل خروج وندوس على حرف الام، الام ام مثلا، ده حددت اليوزر بتاع دليفري. الدليفري طبعا محددتش لي بيرميشن ليه على فكرة هنا. اقفل، هنقفل، نخش على الادمن عشان ما حددتش بالمشكله كده، مش هشوف حاجه خالص اصلا. احنا كده خرجنا، خلينا ندخل بالادمن وادي صلاحيه للدليفري بتاعي، وادي له مثلا صلاحيه بتاعته هيعمل ايه، هشوف ايه الصفحات اللي هو يشوفها. احنا دخلنا بالادمن عند المستخدمين، صلاحيات المستخدمين، وبعدين من هنا نختار اسم المستخدم اللي هو ام، ده خليه يدخل يشوف قسم مبيعات، وخليه يشوف صفحة الدليفري، ما خلوش يشوف قسم ده المحاسب اللي يخش عليه عشان يسجل اوردرات، لكن ده عشان يشوف الاوردرات. بعد كده وصل اي حاجة، خلينا نقفل، هنخش على الام دليفري بقى، هيفتح بقى من الموبايل بتاعه او من التابلت، بس دخول لقينا قسم مبيعات، صفحة بتاعت الدليفري بتاعته بقى، الاوردرات اللي جاله اوردر رقم ده كذا، ده اشوف مجرد ما ياخد الزبون الفلوس من الزبون عايز يطبع له بمعلومة، معلومة صغيرة، انت المفروض لو عايز تبعت دليفري في طبعة صغيرة ممكن توصلها مع الدليفري، على فكرة دي اوردر 61 واحد كذا كذا ودي كذا كذا، الإجمالي ده كله 230، تعملها له طباعة ويطبعها، بس لو انت هتسلم الدليفري طبعة صغيرة فيوصل التابلت بتاعه بالطبعة، وبالتالي الطبعة تطلع الريسيت ويديها للزبون بتاعه. كده خلاص عملها تقفيل، خلاص تقفيل كده خلاص. هنا بقى يشوف ممكن دليفري ده الاسم رامي جمال يجي له اكتر من اوردرز. طب خلينا نشوف شرح بقية البرنامج كله، عايز ندوس خروج، ندخل بادمن تاني. عندنا مثلا العملاء بنسجل بيانات عندي ابلكيشن، احنا كلنا عارفين ازاي بتسجل العميل، دي حاجة يعني مش صعبة يعني. معلومة عايز اقول لكم عليها، انا مثلا بختار مين، مثلا انشاء مجلد، منطقة امبابة، العملاء الموجودة في منطقة امبابة، منطقة مجرد ما تدوس عليها وتدوس انشاء ملف، اي اسم اللي انت عايزه بقى، التفاصيل بتاعته بقى، والحاجات دي ورقم تليفونات، يعني انت ما عايز بقى. كذلك الامر تروح عن توريدات بيانات الموردين،
وانا عايز ممكن ادوس على فاتورة مشتريات واشتري ممارد، اشتري بضاعة جديدة من مورد، بختار اسم المورد اللي مسجله عندي، برضه بسجل مورد زي بسجل بسجل مورد زي بسجل عملاء، بدوس على جديد فاتورة مشتريات عشان انا بسجل، عايز اسجل حركة الحاجات اللي جبتها، زيتون اسود مثلا كمية، كمية في سعر اضافة، وفي اخر بدوس على الحفظ مثلا. شوف بقى الحاجات انا بسجلها عندي في المشتريات لانها بتسجل عندي، بتسمع عندي في الحسابات التوتال، يعني مثلا ما اجي اروح عند حسابات ادوس تسجيل ايرادات ومصروفات، هلاقي عندي هنا المصروفات بتاعتي، عندي نوع مصروف مشتريات اخر حاجة جبتها وهكذا. كذلك امر الايرادات، اخر ايراد جالي 230، لو تفتكر الرقم ده يعتبر اخر ايراد جالي من بيع وجبات العميل بتاع الدليفري. هنا بقى عندي تقرير بقى، تقرير مشتريات، تقرير وجبات، تقرير تقارير مبيعات وجبات، دي حاجة ودي حاجة. وعندي قسم مخزن بقى لو عايز أعرف صنف جديد عشان لما أجي أروح توريدات أشوف الأصناف وظيفة يعني، وهكذا. للطلب الشراء اتواصلوا معايا، في يوجد نسخة تجريبية أونلاين لينك تحت هذا الفيديو. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان معكم مهندس محمد بعيد.